سنذهب يا شيخ إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اليوم نذهب إلى 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 غابة، المكان يسمى مبيتا. مبيتا؟ مبيتا، لكن ليس مبيتا بالضبط، لكن خارج مبيتا قليل. يعني هذا قريب من مدينة كيسومو؟ لا لا لا، بعيد من كينيا. لا هو يعني أقرب من نيروبي طبعاً. الآن خرجنا من كيسومو. من كيسومو الحمد لله. إلى لامبوي. لامبوي. إلى لامبوي. نفس المكان. نعم. لامبوي. لامبوي قرية هذه. قرية. لامبوي تقريباً 200 كيلو كيلومتر. 200 كيلو. من الكيلو من كيسومو. ليس ببعيد. ليس ببعيد. نعم. من الآن ربما. في أفريقيا ليس ببعيد. ومن الآن إن شاء الله ربما على الأصول سيكون بعد ساعة أو ساعة ونص. ساعة أو ساعة. أو ساعة ونص. الله يسر يا رب. أيوة. وإن شاء الله بإذن الله سنجد يعني أهل القرية وهم يحبون الرسالة الإسلامية. نعم. وإن شاء الله والله نسأل الله سبحانه أن يجعلهم يعني صدورهم يشرح صدورهم يشرح الإسلام هكذا يا رب. الله إن شاء الله. جزاك الله خير. أيوة.